أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الزملاء الأفاضل، محامي قنا وضيوفهم الكرام، عندما نحضر اليوم لنحتفي بحضور معالي النقيب المحترم الأستاذ سامي عاشور، فإننا جميعا نكون على هبة الاستعداد لاستقبال ربان سفينة المحامين الأستاذ سامي عاشور. زميلي الأستاذ حسين عمر رحب بالضيوف كل باسمه وصفاته النقابية، وهذا هو ما تم الاتفاق عليه بروتوكوليا مع السادة منظمي النقابة الفرعية والزملاء الأفاضل. أولا بتقدم بخالص الشكر للأستاذ النقيب الأستاذ فتح سويني، نقيب محامين قنا ومجلسه الموقر، هم أصحاب هذا اليوم وأصحاب هذا الاحتفال، وبذلوا مجهودا كبيرا من خلال أسبوع كامل عمل مستمر لكي يتم هذا اليوم على أكمل وجه. الجميع متوق بسماع معالي النقيب، وإن كان الأستاذ أحمد عبد التواب نقيب فرتوت قد سبقني بذكر الأستاذ خالد أبو قريشة، فالأستاذ خالد أبو قريشة عندما يكون هناك تجمع للمحامين لا يمكن أن ينسى الأستاذ خالد أبو قريشة، حبيب محامين مصر وأمين عام نقابة المحامين وواحد من الرموز التي لا تنسى ومخلدة في التاريخ. تمام السلطة. عندما يكون بيننا النقيب اليوم فالزملاء الأفاضل لديهم الكثير من التساؤلات ويريدوا أن يسمعوا رأيه في العديد من الأمور، فعندما نتحدث اليوم نقول له نحن من طالبناك بفتح تلك الملفات، وعندما نقول نحن فإنني أعني جموع محامين قنا ومصر، هم الذين طالبوا النقيب باقتحام تلك الملفات. الملف الأول ملف التعليم المفتوح، اقتحم النقيب ملف التعليم المفتوح واستطاع أن ينتصر فيه وأن يثبت للجميع أن نقابة المحامين حرة صاحبة إرادة وصاحبة رأي، واستطاع من خلال وضع تشريع من خلال برلمان مصر أن يوقف هجمة التعليم المفتوح على نقابة المحامين. نريد أن نستوضح منه المزيد عن هذا الملف. الملف الآخر ملف تنقية الجداول، ألم نكن نحن من طالبناه بفتح ملف التنقية؟ نحن من طالبنا النقيب بتنقية الجداول، وعندما اقتحم هذا الملف تعرض الكثير من الهجوم وكلنا سكتنا ولم نرد عن النقيب ما تم التعرض له من هجوم من خلال حملة الكرنيه الغير مشتغلين. النقابة الآن أصبحت حرة، أصبحت للمشتغلين فقط، المحاماة للمشتغلين فقط وليس لسواقين وليس لبائعي الخضار، مع احترامي الشديد لكل الناس. الملف الآخر ملف الضريبة المضافة، ضريبة القيمة المضافة، هذا التشريع الآثم الذي فرض في ليل وفي غفلة من نواب مجلس الشعب قد تم إقراره. معالي النقيب قد استطاع أن يبرم بروتوكول مع وزارة المالية ومع مصلحة الضرائب من أجل أن يزيل الكثير من آثار هذا الاعتداء على مهنة المحاماة من خلال تشريع بفرض ضريبة القيمة المضافة على السادة المحامين. الأمر الأخير، معظم المحامين وفي هذه الأيام وفي هذه الآونة هناك
متغيرات إقليمية ودولية، وهناك الوطن يمر في تلك الأيام بهجمة وبخطر داهم من خلال ما يحاك لمصر من مؤامرات خارجية. نتمنى أن نستمع من معالي النقيب لرأيه في هذا الأمر. في النهاية أشكركم جميعاً، وعاشت نقابة المحامين، وعاش المحامين الأحرار المستقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.